نفسي أختبرك في البيت جديد. أنا دلوقتي أقول لك على معلومات لتزاوج تيوب البيتري والإنتاج، فخليك مع الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم من إيه؟ أخباركم خير. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن طيور البلجي وإزاي في الإنتاج. أول حاجة إحنا لازم نتكلم عن المعلومات الأول عن الطائر، وخد عنده طبيعته البرية، بعديها نتكلم عن الإنتاج. أول حاجة طيور البلجي دي طيور سهل إنك تفرق بين الذكر الأنثى، يعني إيزي جدا. أول حاجة الذكر بتبقى مناخيره زي ما انتوا شايفين، الذكر بيبقى مناخيره زرقاء أو بامبي زي الصورة دي، دول ذكرين. اتنين دول مناخيرهم زرقاء، دول ذكرين، مش ذكر بتاعي، بس عامل الصورة دي كده، صورة حلوة يعني. فدول ذكرين، اللي هنا دي اللي هنا ذكر، واللي جنبه دي بتاعي من خيرها اسمها ايه، بني. النتاية بيبقى بني او ابيض. لازم نعرف ان طيور البلجي دي طيور لعوبة جدا بطريقة غير عادية. يعني انا كان عندي فهد بلجي كان بيحب يلعب بطريقة غير عادية. طبعا الصورة قدامكم دي لبلجي مريض، هنتكلم عن حتة المرض دي بعدين. لازم تعرف ان البلجي طائر لعوب بطريقة غير عادية. يعني انا عندي بلجي كل شوية يخليني العب معاه، يعني انا لدرجة ان هو عاد يصفر، ودي علامة من علامات ان هو عايز يتجوز. يعني تلاقيه عمال يغرد بصوت حلو جدا، ودي علامة من علامات ان هو خلاص مع بالي اختلفت تجنه بتاعي. ده طبعا في الذكر، عشان طبعا تفرخ البلجي اكيد يعني لازم تكون عارف الذكر. لازم برضك تكون عارف اللي هو مريض ولا لا، هتكون عارف هو لازم تعرف هو مريض ولا لا. عشان شايفين العصفور الدنيا جميلة وصديق، صور العصفور اللي صحتها كويسة وجميلة، ودي صور بقى عصفور اللي صحتها مبهدلة وحالتها حالة ده الأمراض دي خطيرة يعني قوية جدا. العصفور ده مثلا عنده إسهال، تاني عنده مرض اللي هو تاني المرض ده أول مرة تشوفه، بس انت أول مرة تشوف تعرف ان العصفور ده عنده مرض. ده الأمراض بتجي في أمراض قوية جدا ممكن تأدي لغاية العصفور تلاحظ ان هو مكانش قادر، مش راضي ياكل كده يعني. ممكن تلاقي عصفور مشروط كل حاجة، بس انت تركز على تفصيل كده عينه مالها كده، ممكن يكون مشيط بيتحرك او الصواف في الحياة مريض. يعني معلومة صريحة، هو مش مجرد ان هو قاعد كده بيتحركش وساكن، عايز ممكن يكون بيتحرك وبيمارس حاجات، لكن هو في الحياة مريض. ده ممكن توصل لدرجة ان هو عيان، ممكن توصل لحد الموت.
توصل لحد الموت، لو صفقك تموت وتخسر. فالعماد خلي بالكم، اول لازم تعرف بردك، عرفنا البدج العيان والبدج السليم. نتكلم عن حته التغذيه. البادجي ممكن تاكله جزر ملفوف، خيار، ممكن تاكله حاجات كتير، بس ما تاكلوش الافوكادو او الكرز، ده هيموته سام البادجي. وكتير ما تاكلوش الفلفل الحار. البادجي لازم مفيد جدا للفلفل الحار، لكن الكوكتيل لا. تمام، كوكتيل ما بيكونش الفلفل الحار. في عندها اطعمة كتير زي بدل مسلوق بردك للكوكتيل. الكوكتيل ممكن ياكل بدل مسلوق، ممكن تأكل بادجي خاص بادجي، بس ما تكترش منه في الشتاء. الشتاء ما تكترش منه، بياكل اطعمة كتير بس ما تكترش الافوكادو او الكارب. دي بالنسبة للتغذية، بياكل أطعمة كتير جدا، حتى البيض بتخضع بصمته، البيض أهم من بصمته. لازم تعرف بردك النظافة مهمة جدا جدا للبيض، يعني في البيضشي النظافة مهمة طبعا في كل أنواع العصير دي. بس احنا عارف نظافة مهمة، لازم ننظف له مثلا كل مرتين، لا مرة كل يومين. بس انا عن نفسي بنظف مرتين كل يوم، انا عن نفسي كل مرتين طبعا، ده كل عصير مش البرج بس. عصافير مثلا الانتاج مش تدريب، الانتاج هتخش مثلا اذا انت هتخش كل يومين مرة تحط لهم الاكل والشرب، تطلع مرة تاني، يعني هو ده، تخش مرتين تحط لهم الاكل وتطلع مرة عشان ينتجوا. التغذية، وممكن تحط مع المية شوية ليمون كده يعني. واحنا دلوقتي نتكلم عن حتة منتظرة، حتة التفريخ. الانتاج حاجة كل فيه عايز يوصلها. انا هقول لك ايه الانتاج. اول حاجة لازم يبقى في الاسامي، مش حاجة مايل سنة ماليش فيه، لازم يبقى سنة. حتى لو مايل سنة العصفور كانت عايز ازاي مش عارف، المهم القفص يفضل الاسامي ما بيتحركش كده كويس، بياضة ثابتة وكل حاجة ثابتة، وأرضية مناسبة، أشكال مناسبة، شجرة مناسبة، كل حاجة تقليد تبقى مناسبة. طبعا التغذية اللي أنا قلت لكم عليها مهمة. طب يا سيدي أنت عملت كل ده، الحاجة بقى اللي لازم مفيهاش اختلاط، لازم بالغصب وإلا مش هتنتج الصبر، وإلا مش هتنتج عصبية، وكمان مش هينفع تقعد تفتح البيضة كتير. لو قعدت تفتح البيضة كتير عصافيرك هتعتبرها عمرها ما هتبيض، ماشي، اعتبرها مش هتبيض لو بس لا لو بطلت انك تفتح البيضة كتير، لازم تفتح البيضة بس قليل. تمام، وفرت كل الحاجات دي؟ لا لسه خالص متطلعهاش بالقفص، مفيش حاجة اسمها عصفور متدرب تخليه ينتج. ايوه مرة بيخلوا عصفور تنتج بس بصعوبة تنتج. فالأحسن أول حاجة لو عايز تجيب بادجي وينتج، أنصحك بالبادجي الأسترالي. الإنجليزي صعب شوية، الإنجليزي صعب إنك تخليه ينتج، لكن الأسترالي سهل وإنتاجه كتير على فكرة. البادجي الإنجليزي حتى لو بيض هيبيض مش هيبيض كتير، مش زي الاسترالي هيبيض بغزارة. الاسترالي ده ممكن يبيض لغاية 9 بيضات حتى او اكتر، بس متوقعش اكتر،
يموت حتى حد 9 بنات. البادجي بقى، وعلى فكرة الكوكتيل ممكن يبيض له حد 8 بنات هو كمان، يعني مش حكاية هي، حتى هو يقدر يقعد كده يعني. فأول حاجة انت مش تفتحلهاش، وعرفت ده كله انتهى، وعرفت ان هو مش مريض، واستنيت باضو مثلا يعني، نفترض ان هم باضو، حلو باضو، هتعمل ايه؟ متفتحش برضك يعني، برضك مش تفتح، انت كده هتزيد الطين بلة. ولو جيت تفتح البياض انت ايوه ممكن تفتح، بس هتفتح مش كتير، مش تفتح اوقات كتير، ممكن مثلا 3 مرات في الاسبوع او اقل كمان، مش 3 مرات، ممكن 2 مرات في الاسبوع مثلا. ده حلو جدا. غير كده او يفضل انك ما تفتحش اصلا لو انت عايز تراعي عصافيرك. بعد ما تخلص كل ده يفضل انك تستنى عليهم. اهم حاجة لازم تصبر، لو مصبرتش مصفرك مشبيت. بعد ما تصبر بعد ما نفترض ان عصفيرك مثلا باضو، هو عصفيرك باضو إيه انت هتعمل ايه؟ زي ما قلتلك مش تفتح عليهم كتير لغاية ما يفقسوا. وبعد ما يفقسوا او ما تحس ان هم صغيرين بدأت يعني تاكل بنفسها وريشها كبر، تبدأ تفطر، تحطهم في قفص لوحدهم. لازم برضك بعد ما انت عملت كل ده ما نسيت حاجة، انتوا لازم تعقبوا كيف تعقب البياضة. بس ممكن تفتكر ان هي تحط على الشباجي وتحط كده، لا تجي تحط لها بتاعه، تجيب حاجة اسمها مستدعي اكتب سرين، ده تخلطه اللي هو دواء الحكة كده، تحطه بعد تحطه في مية وتلجه وترشه على العصفير، او تجيب بودرة كيروكس، بودرة دي كده دي سامة، بيبقى معاها علبة كده ترجها وتبدأ، بيبقى معاها كده بتكون علبة كده صغيرة ولا زي مشروبات، المهم بيبقى فيها فتحات كده صغيرة، انت بترجها بعد كده تبدأ تدوس عليها كده، هي بتكون محملة بالبودرة حوالين العش مش جوه العش، البودرة دي سامة. في بودرة أأمن منها اللي هي سيفين، تعمل برضك نفس النظام، دي بتكون أأمن شوية، بس أنصحك بأكتم سيرين ده. تمام، كل ده هيحصل لو انت قدمت لهم الشرط اللي انا قلتلك عليهم. فبس هو ده كان الفيديو، عجبكم لو عجبكم، لو عجبك الفيديو متنساش تحطوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامة، اسيبكم مع الاغنية.